إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، وكما سبق وأشرت في بداية هذه الحرب، وزير الخارجية المغربي ناصر بريطة كان منذ اليوم الأول ديال الحرب ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ذهب وقام بجولة في الشرق الأوسط في محاولة لوقف هذا التصعيد بأي طريقة ممكنة. والآن متابعينا الكرام، عندنا تصريح من الخارجية الإسرائيلية لأحد الصحف المغربية كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة، حيث قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن المغرب يقود المفاوضات في الكواليس لوقف الحرب على قطاع غزة. ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان قد ذهب إلى قطر، وفي الغالب قام بالالتقاء هناك مع القيادات ديال حركة حماس، والآن هناك جهود في الكواليس من أجل وقف هذه الحرب، وحتى هذه اللحظة مع الأسف لا توجد أي نتيجة، لكن المجهودات الدبلوماسية متواصلة سواء من طرف المغرب أو من طرف دول المنطقة، دول عربية وازنة في المنطقة التي ترغب في وقف هذه الحرب بأقرب وقت ممكن، لأنها حرب بشعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. إذا كما سبق وأشرت متابعينا الكرام، منذ البداية الدبلوماسية المغربية شغالة وتشتغل من أجل التوسط ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من أجل وقف هذه الحرب البشعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ونتمنى في حقيقة الأمر أن تقلل المجهودات الدبلوماسية المغربية بالنجاح، رغم أن المسألة ليست بالسهلة بتاتا، المسألة صعبة وصعبة جدا وتحدي كبير للدبلوماسية المغربية، فما لنا سوى أن نتمنى التوفيق للدبلوماسية المغربية من أجل أن توقف هذه الحرب وأن لا تتطور أو يتطور الصراع إلى حرب إقليمية سوف تكون لها تداعيات كبيرة جدا سواء على منطقة الشرق الأوسط أو على العالم ككل. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.